يساري مهاري نجم كبير سواء في اتلتيكو مدريد او طبعا في فالنسيا. صحيح كان نجم في اتلتيكو مدريد، لكن في فالنسيا يعني الاسم والشهره والنجوميه كلها الحقيقه ميغيل انخيل ميستا، نجم طبعا فالنسيا واتلتيكو مدريد السابق، وهدفنا دلوقتي في السادسه. يعني خليني ارحب فيه في البدايه وبشكرك كل شكر. اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي، وشكرا على مشاركتك معنا في السادسه. اهلا وسهلا. إنه لشرف لي أن أتواجد معكم، وأنا سعيد للغاية باستعادة ذاكرة الأيام الماضية كلاعب والأهداف التي سجلتها. لعبت الاثنين من أهم وأكبر الأندية الإسبانية، فالنسيا وأتلتيكو مدريد، التجربة الأفضل بالنسبة لك إيه؟ حسنا، لا أقول أن تجربتي مع فالنسيا، لأننا حصدنا 4 ألقاب خلال 5 سنوات وهو أمر رائع بالتأكيد. لقد لعبت مع جيل رائع للغاية ومدرب جيد مثل رافا بينيتيز المدرب الشهير الذي قادنا للقمة وقمة النجاح، ولهذا أعتقد أنه بدون أدنى شك تجربتي مع فالنسيا هي الفترة التي لا يمكن أن أنساها. ليه ابتعد فالنسيا من وجهة نظرك؟ يعني أنت كنت في جيل حقق ألقاب كتير لفالنسيا، وهو من الأندية اللي بتظهر وتختفي، ليه غاب فالنسيا لفترة طويلة عن تحقيق البطولات والألقاب؟ الوضع الاقتصادي تغير كثيرا في النادي وبشكل خاص في إسبانيا. هناك ما يسمى في إسبانيا بالضبط الانضباط الاقتصادي وقواعد اللعب المالي النظيف، ولهذا الفريق يعاني، النادي يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة. ولحسن الحظ أن الفريق استطاع أن يصعد الكثير من اللاعبين الموهوبين من الفرق الناشئين، لأن الأمور الاقتصادية باتت أصعب عما كانت في فترتي. طيب قبل ما أروح لديربي مدريد، خلينا أسألك في نقطة مهمة جدا كإسباني. أولا قبل ما تكون نجم من نجوم فالنسيا وأتلتيكو مدريد، يمكن في يعني لفترة طويلة من السنين كان برشلونة وكان ريال مدريد بشكل أساسي، وبقيت أندية أسبانيا بشكل عام بتضم أهم لاعبي كرة القدم على مستوى الكرة الأرضية، وده يمكن ساهم بشكل كبير جدا في نجاح الليجا وانتشارها وشعبيتها، وساهم كمان في سيطرة الأندية الإسبانية لفترة طويلة على الشامبيونز ليج مثلا. إذا ما كانش الريال يبقى البارسا لسنين طويلة، وده ساهم في فوز وتتويج إسبانيا نفسها بكأس العالم لأول مرة في تاريخها. لكن بعد كده حصل تراجع كبير جدا على مستوى كل الأندية بما فيهم الريال وبما فيهم البارسا. شايف ده إزاي؟ وإمتى تستعيد الأندية الإسبانية قدرتها مرة تانية من وجهة نظرك؟ هل هي قصة اقتصاد فقط؟ هل هي قصة سيولة مالية فقط؟ ولا في أسباب تانية؟ أعتقد أن الأمر يتعلق بمشكلة الأجيال وتعاقب الأجيال، لأن تواجد ميسي ورونالدو في برشلونة وريال مدريد في فترة من الفترات هذا ساعد بشكل كبير على تقوية الليغا، والاقتصاد الدوري الإسباني كان من أقوى الاقتصاديات في دوريات العالم، والليغا الإسبانية كان من أفضل الدوريات إن لم يكن الأفضل في وجهة نظري. والأندية الإسبانية كانت في هذا الوقت تقوم بانتدابات قوية للغاية، ولهذا أعتقد أن الليغا في ذاك الوقت كان قوي للغاية، ولكني في الفترة الأخيرة أعتقد أن هذا الأمر تراجع إلى شكل كبير، لأن الأندية باتت تنفق اموالا طائله والصفقات. هرجع للانديه الاسبانيه وفرصتها في المنافسه على الالقاب الاوروبيه الموسم ده، بس خليني ابتدي معاك بديربي مدريد. اتلتيكو مدريد والريال، فوز كبير لاتلتيكو مدريد بنتيجه 3-1، واللي الحقيقه يمكن ما بيتفرجش او كان بيتفرج ويتابع الدوري الاسباني لو ابتعد عن المتابعه دي وشاف النهارده جدول الترتيب ممكن تجي له صدمه، لانه الحقيقه جدول الترتيب ما حدش اتعود عليه ويمكن ما حصلش في الليجا من سنين طويله جدا. واحد شايف ازاي نتيجه الديربي مدريد وفوز الاتلتيكو مدريد، وهل بتشوف ان ده ممكن يكون دفعه بما انك كنت طبعا نجم سابق في الفريق لانه الاتلتيكو مدريد ينافس على البطوله السنه دي؟
بدون أدنى شك أعتقد أن الأندية الثلاثة المرشحة للقب هي برشلونة وأتلتيكو والريال. بالنظر لقائمة اللاعبين التي يمتلكوها أعتقد أن مسألة جيرونا هي مسألة وقت. المفاجأة أن جيرونا ينافس في الصدارة مع برشلونة أعتقد أنها مسألة وقت، ولكن مع وجود الأسماء الكبيرة في أتلتيكو مدريد والريال وبرشلونة أعتقد أن المنافسة ستنحصر. أما فيما يتعلق بنتيجة الديربي أعتقد أن النتيجة لم تكن مفاجئة إلى شكل كبير، لأن أتلتيكو دخل في المباراة بكل قوة واستطاع أن يسجل هدف مفجر، هدف مبكر في الريال، وهذا ما أعطى الأفضلية لأتلتيكو. ولكني أعتقد في نهاية الأمر أن المنافسة ستنحصر بين هذه الأندية الثلاثة. مين أهم صفقة من وجهة نظرك في الميركاتو الحالي؟ مين اللاعب اللي شفت انه عمل اضافه كبيره جدا مش بس للنادي بتاعه ولكن كمان لقيمه لاليغا؟ De quién habla? Perdón, no he escuchado. De los fichajes, Máximo. Perdón. اهم صفقه حصلت الموسم ده من وجهه نظرك في الميركاتو او في سوق الانتقالات، مش بس انه يعني يكون اضافه للنادي بتاعه لكن اضافه للمسابقه نفسها او للبطوله نفسها، بطوله لا ليغا. طب خليني اقول السؤال بشكل مختلف، هل بتشوف انه اضافه جود بيلينغهام للريال ولا جواو فيليكس او جواو كانسيلو لبرشلونه؟ اوكي. Es que no había escuchado. Sí, sí, yo creo que Joao Félix. Joao Félix. ارتكب خطأ كبيرا في فترة من الفترات عندما انتقل إلى أتلتيكو مدريد، لأن أتلتيكو مدريد وفلسفة أتلتيكو مدريد في اللعب لا تتناسب كثيرا مع طبيعة لاعب جواو فيليكس، ولهذا أعتقد أنه بمجرد انتقاله إلى برشلونة وتحت قيادة برشلونة تحديدا تحت قيادة تشافي فإنه وجد الأسلوب المناسب لطريقة لعبه، ولهذا أعتقد أنه الصفقة الأهم. ولكن في الجهة الأخرى هناك أيضا جود بيلينغهام هو الصفقة الأهم بكل تأكيد لريال مدريد وهو هداف ريال مدريد. طيب شايف إزاي فرص الأندية الأسبانية في المنافسة بقى أوروبية؟ يعني أنا كلمتك أنه لو رجعت بالتاريخ مثلا نستثني طبعا آخر 5 أو 6 سنين باستثناء موسم يمكن وحيد فاز فيه الريال بالبطولة، لكن قبل كده كانت البطولة أو المنافسة الأساسية بين أندية إسبانية وأندية إسبانية، زي ما قلت من شوية لو ما كانش الريال يبقى البارسا، لو ما كانش البارسا يبقى الريال. هل من الممكن إن واحد من الناديين يكون عنده حظوظ على، بالتأكيد المنافسة موجودة، لكن هل بتشوف فيهم حد قريب من تحقيق لقب الشامبيونز ليج؟ في أسبانيا يقال دائما أن ريال مدريد هو المرشح الأبرز لدوري الأبطال، وفي السنوات الماضية استطاع ريال مدريد أن يهيمن على دوري الأبطال على مدار 3 سنوات متتالية، وهو أمر لم يحدث في تاريخ البطولة مع زيدان. أعتقد أن برشلونة يتقدم رويدا رويدا والمستوى برشلونة يتطور مع التدعيمات التي استخدمها في هذا الصيف. أعتقد أن فرصته في الليغا ستكون كبيرة. برشلونة ليس بعيدا إلى حد كبير، ولكني أعتقد أن برشلونة وريال مدريد يمكنهما المنافسة على لقب دوري الأبطال. إشبيلية بعيد بالنظر للمستوى الذي يقدمه في الليغا. من الليجا كان دايما بيتاخد اللاعب صاحب جائزه البالون دور او ذا بيست، حصل ده مع كريستيانو رونالدو مش فاكر 7 أو 8 مرات، حصل ده مع ليو ميسي برضو حوالي 6 مرات أو 7 مرات، حتى في مؤخرا حصل ده مع كريم بنزيما لما كان لاعب في ريال مدريد. هل تتوقع انه بعد انتهاء المرحله دي، بعد رحيل ميسي وابتعاده الى حد كبير جدا في الدوري الامريكي، طبعا ما اعتقدش انه زي اي دوري في اوروبا، رحيل كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو للسعوديه، هل بتشوف انه اسبانيا قادره تطلع لاعب جديد يحصل على البالون دور ولا المنافسه هتكون صعبه؟ Bueno,
بالنسبة لي المرشح الأبرز بكل تأكيد هو مبابي، لأنه لاعب رائع في وجهة نظري، هو مهاجم متكامل، ولكن علينا أن ننتظر لأن الأجيال الجديدة تفاجئنا في كل الأوقات. ميسي وكريستيانو ابتعدا بكل تأكيد، حظوظهما أصبحت صعبة، ولكني أعتقد أنهما لا زال يقدمان الكثير في كرة القدم، ولكني أعتقد أن فرصتهما ستكون أصعب، والفرصة تكون أكثر للاعبين الشباب الذين سيكونون هم المرشحون الأبرز لهذه الجوائز. أنا بتهيالي أنه يعني مش بس قصة ميسي وكريستيانو، لكن هي نهاية مرحلة بكامل نجومها، نجوم كتير جدا طبعا كلهم أمتعونا وكلهم أصحاب قدرات عالية، لكن يبدو أنه في جيل كمان جديد بيظهر، وبالتأكيد هيكون في منافسة. إيرلينج هالاند في إنجلترا، كيليان إمبابي في فرنسا، كفاراتسخيليا مش قادر استبعده من المشهد طبعا، جناح نابولي، رافائيل لياو جناح الميلان. مين من دول شايف انه يقدر يستمر؟ واذا اخترت اسمين فقط ممكن يكونوا الورثه الشرعيين لكريستيانو رونالدو وليو ميسي في السنوات اللي جايه، ممكن يكونوا مين؟ بالنسبة لي في الوقت الحالي الوريث الشرعي والحالي هو كيليان امبابي، بالنظر لكل الامكانيات التي يمتلكها. كيليان امبابي ما يحتاج فقط هو ان يصل لنهائي دوري الابطال او ان يصبح قريبا من لقب مثل دوري الابطال لكي ينافس بكل قوه، وياتي من بعده بكل تاكيد هالاند. ولكني أعتقد أن الفائز بدوري الأبطال هو الذي يكون المرشح الأبرز لأفضل لاعب، وشاهدنا كيف كان سيرخيو راموس رغم أنه مدافع ولكنه كان أحد المرشحين لجائزة أفضل لاعب كون على الرغم من أنه مدافع، ولكني أعتقد بكل تأكيد أن هالاند ومبابي سيكون لهما الأفضلية. أرجع معاك للبداية تاني، فالنسيا اللي انت حققت معاه القاب، واعتقد منهم لقبين ليجا، يعني انتوا الجيل بتاعكم الحقيقه جيل تاريخي لفالنسيا، الخفافيش اعتقد ده النيك نيم للفريق، وعارف انه مدرسه فالنسيا في الاداره دايما بتفكر في ان نجوم فالنسيا يتولوا مسؤوليه القياده الفنيه للفريق. ما تعرضش عليك او ما كنتش قريب في فتره من فترات انك انت عارف ان ليك تجربه في كندا اعتقد، توليت المدير الفني لاحد الانديه الكنديه، لكن ما تعرضش عليك او ما كنتش قريب من تولي القياده الفنيه لفريق فالنسيا قبل كده؟ لقد حظيت بفرصة التدريب في فالنسيا ولكن في الدرجات الأدنى لمدة 6 سنوات وإمداد الفريق الأول، ولكني أعتقد أن عملي مع التلفزيون حاليا هو الأمر الذي يستهويني، تحليل كرة القدم من نظرة أبعد ومن نظرة فوقية هو ما يستهويني حاليا، ولكن من يعلم عندما أعود للتدريب مرة أخرى قد أكون مع فالنسيا، ولكن مستقبلي الحالي في التلفزيون. بما أنك أنت بتتابع وبتحلل الكرة العالمية، يهمني أسألك عن اليورو وعلى حظوظ منتخب أسبانيا. واحد، مين أقوى الثلاث منتخبات من وجهة نظرك في الوقت الحالي المرشحين للفوز بأي لقب، سواء بطولة أوروبا على المستوى الأوروبي أو حتى بنتكلم على كأس العالم في نسخته الجديدة 2026؟ أعتقد في أوروبا، إذا كنا نتحدث عن كأس الأمم الأوروبية، نحن نتحدث عن المنتخب الإنجليزي لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة ومن لاعبين، ولا يمكن أبدا استبعاد منتخب ألمانيا. وبالنسبة للمونديال لا أعلم، لأننا كنا نتحدث عما قبل عن ميسي وكريستيانو، ولكن هناك تغير في الأجيال في الوقت الحالي، ولهذا فعلينا الانتظار لوقت وموعد المونديال، لأنني بكل تأكيد متأكد من أن الصورة ستكون متغيرة، ولكن أن ننتظر في الأشهر القادمة لكي نرى كيف سيكون مستقبل الكرة الأوروبية والعالمية. على مستوى المديرين الفنيين، أسبانيا بتملك عدد من الأسماء الحقيقة على أعلى مستوى في المقدمة، بيب جوارديولا طبعا، وأيضا لويس إنريكي ما قدرش استبعده من المشهد، وأعتقد أنهم امتداد لجيل عظيم من المديرين الفنيين الأسبان، لكن هل تعتقد أنه منتخب أسبانيا مع تجديد الدماء ومع الجيل الجديد
في حاجه مثلا قبل كاس العالم 2026 لحد بحجم وبقيمه بيب جوارديولا لقياده المنتخب، ولا انه قصه نجاح جوارديولا فقط تقتصر على الانديه وقصه المنتخبات ممكن تكون نتائجها يعني مختلفه؟ أعتقد أن جوارديولا لن يستمر كثيرا مع مانشستر سيتي، لأنني أعتقد أنه قدم كل شيء مع مانشستر سيتي، والحديث عن فوزه بلقب دوري الأبطال في الموسم الماضي. أعتقد أن الأمر المحتمل الأقرب هو أن يكون مدربا لمنتخب إنجلترا. أرى هذا الأمر، لا سيما وأن هناك تغير في الأجيال، وجوارديولا يستطيع أن يعمل مع هذه الأجواء، ولقد شاهدنا ما حدث مع برشلونة والآن مع مانشستر سيتي. ولكن في كرة القدم كل أمر وارد، كما شاهدنا تغير الأجيال على مستوى اللاعبين، فقد نشاهد أيضا تغير في الأجيال على مستوى مقعد المدير الفني. هناك فاراخا في فالنسيا كمدرب شاب، ولهذا أعتقد أن المستقبل سيكون إما للويس إنريكي أو لجوارديولا. ميغيل أنخيل ميستا، نجم أتلتيكو مدريد ونجم فالنسيا السابق، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك. كل التوفيق للأندية الإسبانية. احنا في مصر هنا عندنا الأهلي والزمالك يمكن يكونوا أكثر الأندية الشعبية، معظم الجماهير منقسمة في بين الأندية الإسبانية، يمكن الغالبية العظمى طبعا برشلونة الريال وأيضا أتلتيكو مدريد. بشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى دايما التوفيق للكرة الإسبانية والمنتخب الإسباني والأندية الإسبانية وخصوصا برشلونة. بشكرك شكرا جزيلا. طيب نستقبل نجمنا بقى الكابتن الكبير كابتن ماهر همام، شرفنا في السادسة لكن بعد الفاصل.